مواصلات على مد البصر الساعة 9 الصبح. جماعة المباراة ساعة واحدة. لا ميسي ولا غيره. طيب يطلع مره دوره من قبل. بنقرأ عليه. اللي ما عاد يشوف الباب. بدل يشوف اسود قدامه. والله انه كفو. والله انه كفو. دي ماريا شلون؟ دي ماريا اليوم بيطلع قرقور. يراكض ما يدري وين الكورة. صح. صح. ليه بينهيهم ها؟ بيتكحل ويكحلها فيهم تكحيل. يا عيني يا عيني. حلوة الثقة. يديه ياسر الشهراني تحت السيطرة تحت السيطرة وبالتالي ولله سالم اكيد سالم هو احسن بنقرا عليه اللي ما عاد يشوف الباب الله لا يوفقه ان شاء الله يا رب ما يتوفق